أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في استوديو الإخبارية، والآن إلى العناوين. إعداد معايير حديثة لضبط تطوير المناهج التعليمية. وفئات عدة مستهدفة في المعايير لتكون شاملة. يعد بناء معايير مناهج التعليم العام إطاراً مرجعياً لمشاريع مستقبلية لتطوير التعليم، لكون هذه المناهج تمثل جوهر العملية التعليمية، وذلك بوضع معايير متقدمة تصف ما يجب أن يتعلمه كل طالب ويفهمه ويكون قادر على أدائه بعد دراسة المجال المعرفي المستهدف، ومن ثم تصميم المواقف التعليمية المناسبة في ضوئها، وتصميم أدوات تقويم قائمة على تلك المعايير للكشف عن مدى بلوغ الطلاب لهذه المعايير، وصولاً لتطبيق قدراً من المساءلة التربوية البناءة لتوجيه عمليات التطوير المستقبلية في ضوء نتائج التقويم. لأن جودة المناهج هي أساس نجاح العملية التعليمية، تقوم هيئة تقويم التعليم العام على بناء معايير مناهج التعليم العام من خلال وضع معايير متقدمة تصف ما يجب أن يتعلمه كل طالب ويفهمه ويكون قادرا على أدائه بعد دراسته المجال المعرفي المستهدف، وذلك بهدف المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية من خلال بناء سياسات علمية لمناهج التعليم العام وبناء أطر علمية متخصصة لمعايير تلك المناهج وغيرها من الأهداف المراد تحقيقها، وذلك بغية إصدار العديد من الوثائق التي تخصص كل مرحلة تعليمية على حدة من خلال استهداف كل فئات العملية التعليمية والمستفيدين منها بدءا بالطالب وانتهاءا بصانع القرار. فكيف ستحقق الهيئة هذه الأهداف؟ هذا سؤالنا الأهم لهذه الليلة. بكم في موضوع حلقتنا الليلة، برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام. يسعدنا أن يكون ضيفينا الكريمين في الاستوديو كلا من الدكتور علي الحربي، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة شقراء. مرحبا بك دكتور علي. أيضا الدكتور صالح الشمراني، نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام. مرحبا بك دكتور صالح. دكتور صالح، أبدأ معك. في البداية نريد أن نتعرف على هيئة تقويم التعليم العام، ما هي هذه الهيئة وما هي المعايير التي وضعتها لتطوير المناهج؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكر الإخبارية على الاستضافة ومنحنا الفرصة لإلقاء الضوء على هيئة تقويم التعليم والمهام التي تمارسها في تطوير ورفع جودة التعليم. هيئة تقويم التعليم هي هيئة حكومية عمرها تقريبا سنة وستة أشهر منذ أنشئت. كان هناك رؤية شمولية لمهام الهيئة لتحقيق هدفين أساسيين: رفع جودة التعليم وكفاية النظام التعليمي، وأيضا المساهمة مع القطاعات الحكومية والخاصة في التنمية الاقتصادية في المملكة. من أهم الوظائف المسندة أو المهام المسندة للهيئة هو نظام تقويم التعليم بكافة مكوناته، بدءا من البرامج والسياسات التعليمية وانتهاء بالطالب في المدرسة مرورا بمختلف المؤسسات التعليمية. نعم. والوظيفة الأخرى إعداد معايير المناهج وما يجب أن يتعلمه الطالب في مراحل التعليم من الروضة إلى الصف الثالث الثانوي، ومهمة أخرى وهو بناء الإطار الوطني للمؤهلات، بناء الجسور بين قطاعات التعليم والتدريب المختلفة في المملكة حتى يكون هناك مسارات متكاملة بين القطاعات وتوحيد المؤهلات، والمهمة الأخرى اللي هو تعزيز التعليم من خلال البحوث والدراسات ونشر المقالات والكتب حول القياس والتقويم. نعم، لكن بعد دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، هل سيكون هناك خطة تقوم عليها هذه الهيئة باعتبار أن العملية التعليمية أصبحت الآن يعني مستهدفة للتغيير في الجانبين أو بشكل عام؟ الحديث سابق لأوانه للنظر في قضية أن وزارة التعليم يعني القرار كان حديث وهو قرار موفق وصائب
التركيز عندنا على المتعلم وعلى الطالب، فالاهتمام بالطالب من مرحلة الروضة إلى التخرج من الجامعة يجب أن يكون برؤية موحدة ونظام متكامل بين قطاع التعليم والبعد عن العزلة السابقة الموجودة الفصل بين الوزارتين. هيئة تقويم التعليم سيكون هناك بالتأكيد تكامل مع وزارة التربية، لأنه يهمنا أو وزارة التعليم يهمنا أن تتحقق الأهداف، والأهداف لن تتحقق إلا بعمل تكاملي بين هيئة تقويم التعليم وبين وزارة التعليم. فاعتقادي أن الدمج إيجابي وسيكون في صالح التعليم، سواء ما تقدمه الهيئة أو ما تقدمه وزارة التعليم. نعم دكتور علي، إذا ما أردنا أن نشخص بشكل عام يعني عملية تطوير المناهج، ما هي الإشكاليات عادة التي تنتاب المناهج وتحتاج إلى تطوير، أو ما هي المقتضيات التي نسير وفقها لتغيير المناهج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأكرر شكري لكم على الاستضافة. بالنسبة للمنهج، أولا أنا نعرف ما هو المنهج. المنهج عملية متكاملة ما بين عضو هيئة التدريس أو المعلم وطرق التدريس والبيئة الصفية، فهي نظام متكامل. إذا أردت أن نقيمه لابد أولا من التحليل، أين الخلل؟ هل هو في المعلم؟ هل هو في المنهج؟ هل هو في طرق التدريس؟ هل هو في البيئة الصفية؟ فبالتالي لا يمكن أن تحكم على المنهج إلا من خلال تحليل شامل لكل أركانه. من خلال هذا التحليل تستطيع أن تضع يدك على أين الخلل. إن كان في المعلم فهو يعمل على الإضرار في كل العملية، بالتالي هنا خلل في المنهج. إذا كان في طرق التدريس كذلك، إن كان في البيئة الصفية كذلك، إذا كان عندنا مثلا مبنى مستأجر كيف نحقق المعايير الموجودة لتقويم المنهج؟ إذا في عندك خلل في زاوية. إذا المعايير عندما نحاول أن نقيم المنهج بشكل عام فهي تضع دائما النقاط الرئيسية في التقويم على المحاور الرئيسية للمنهج، منها المعلم، منها طرق التدريس، المساحات التي ممكن أن تخرج لنا منهج متكامل وممكن أن نصدر حكم هنا. لكن ما هو الآن يدور في الشارع أو في كثير هو الحكم على المقرر. نعم، فالآن هو حكم قاصر أنا أعتبره، لأنه اختصر المنهج في مقرر وهذا ليس هو الصحيح. لكن الحكم يجب أن يكون شمولي، يجب أن يكون لجميع الأركان. نعم دكتور صالح، يعني هذه قضية مهمة، أحيانا الحكم على المقرر من قبل العامة يعني لا يأخذ في الاعتبار الجوانب التي ذكرها الدكتور علي. يعني قضية المناهج هل تعتقد أنها مظلومة عندما يعني نرى أنها لا تؤدي مثلا أهدافها المرجوة من ناحية مثلا سوق العمل، من ناحية حتى الثقافة العامة لدى المتعلمين والمتلقين لهذه العملية؟ نبغى نعرف ونشخص الخلل. أنا بس بعطيكم بس كيف الهيئة انطلقت بنظرتها للمنهج. نظرة الهيئة للمنهج هي نظرة شمولية تتجاوز النقاش حول مكونات المنهج وتقويم المنهج، هي نظرة لماذا نريد ومن نحن. نعم. كمجتمع سعودي، يعني هذا اللي يجب أن نحققه التعليم. إذا جاوب المنهج على هالسؤالين الرئيسيين حاولنا أن نحدد ماذا نريد من المجتمع، ماذا نريد من الجيل بعد 15 سنة بعد 20 سنة. هل التوجه الرئيسي عندنا توجه صناعي ولا توجه نفطي ولا توجه زراعي ولا؟ هذه أسئلة كبيرة يجب أن يحددها صناع القرار في المملكة، وهذا هو المرحلة الأولى اللي الهيئة انتهجتها في بناء ما يعرف بالإطار الشامل لتطوير معايير المنهج. فالإطار الشامل أو الإطار المرجعي الوطني اللي يحدد فيه السياسات ماذا نريد من الجيل بعد 15 سنة من الآن توضع، يحدد فيها هل هو احتياج سوق العمل، يحدد فيها توجه المملكة، يحدد فيها الثقافة اللي تزرع في الجيل في النشأ، يحدد فيها مكونات مختلفة. هذه المكونات اللي توضع في وثيقة الإطار المرجعي اللي بدأتها الهيئة قبل أسبوعين توجه عملية بناء المعايير، ماذا نريد من خلال المواد الدراسية اللي بتطرح. نعم. المجالات التخصصية في العلوم والرياضيات، في اللغة الإنجليزية، في التربية الإسلامية، في اللغة العربية، كل مجال له مجموعة من الرؤى اللي تترجم إلى معايير. هذه المعايير تترجم إلى كما ذكرت في بداية البرنامج ماذا يتعلم الطالب، لكن ماذا يتعلم الطالب هي خطوة ثالثة أو رابعة في بناء منظور المناهج بصفة عامة. فبالتالي لما أحكم على المنهج أنا أحكم على توجه سياسة تعليمية
على توجه بلد، ماذا يريد من الجيل بعد 15-20 سنة من الآن، ثم أنتقل للمعايير التي سيبنى عليها المواد التعليمية. ما بدنا نقول مقرر، مواد تعليمية مختلفة، لأن الآن نتكلم في شيء أوسع من مجرد كتاب مدرسي يحمله الطالب في المدرسة. نتكلم عن مقرر، عن مواد تعليمية موجودة في النت، موجودة في مصادر مختلفة. العالم الآن أصبح يعني أوسع من الكتاب 20 ورقة تأخذ للمدرسة. نعم، هل هذه الأهداف التي تحدثت عنها أو حتى المعايير التي تحدثت عنها هي تأخذ في الاعتبار ما ذكرتم من قضية صناع القرار والأهداف؟ أنتم الآن تعملون على وضع هذه المعايير، إلى أي خطوة وصلتم؟ الهيئة طبعا شكلت بعض اللجان ورفعت لأصحاب الصلاحية الرغبة في وجود لجنة عليا توجيهية لتوجيه سير عملية المنهج، وبدأنا في إعداد الوثيقة المرجعية. الوثيقة المرجعية أخذنا في الاعتبار جميع الخطط التنموية بالنسبة للجهات ذات العلاقة. أيضا هناك لجان تم تشكيلها من خلال قطاعات مختلفة، من وزارة التعليم، من الجامعات، من وزارة الصحة، من وزارة التخطيط، من الجهات ذات العلاقة التي ترسم الطريق لكيفية ترجمة هذه الرؤية إلى منهج تعليمي. نعم، يعني خبراء في مجالات متعددة. موجود عندنا خبراء من وطنيين نتعاون معهم من مركز التميز جامعة الملك سعود، موجود معنا مستشارين للتدريب من الخارج المملكة. نعم دكتور علي، إذا ما أردنا أن نشخص واقع العملية التعليمية الآن وأخذنا في الاعتبار القضايا التي تحدثت عنها من ناحية البيئة، المعلم، طرق التدريس، المنهج، نبغى نشخص الواقع، هل هناك إشكاليات معينة تنتاب هذه العناصر التي تحدثنا عنها؟ أنا قبل ذلك لعلي أورد مقولة كلارك من جامعة واشنطن، يقول عندما وصلت كوريا إلى المركز الأول في تصنيف بيرسون 2014 في التعليم، يقول أن نجاح هذا النظام لا يعود إلى خصائصه المميزة بقدر ما يعود إلى تصميم الكوريين القوي على بناء تعليم من طراز عالمي. إذن التعليم والمنهج هو رؤية مجتمعية سياسية. أنا يمكن أتفق مع الدكتور صالح في أن بناء الوثيقة هو الأساس. إذا كان المجتمع يؤمن بأن المنهج يجب أن يكون عالمي، المنهج يجب أن ينمي مهارات القرن 21 للطالب، يجب أن ينمي مهارات القرن 21 للمعلم، أعتقد أن بعد ذلك نستطيع أن نرسم سياسات متكاملة من خلالها نصل إلى معايير يمكن أن نحكم على التعليم. أما في واقعنا الآن، أنا أعتقد أن معلمنا لا زال فيه إشكالية. نعم. في إشكالية في التدريب، التدريب لا زال دون المستوى. أكبر دليل كثير من التصريحات أن بعض المعلمين عندما طبق المنهج الجديد مثل معلم الرياضيات قبل فترة تقاعد لأنه لم يستطع أن يلبي المهارات الجديدة. وفي دراسة يمكن سبق أن ذكرناها في اللقاء السابق كانت عن العلوم والرياضيات، أن معلمي العلوم والرياضيات الذين يطبقون منهج مجرهول الجديد لا يملكون المهارات لتطبيقه. نعم. هذا زاوية طيب. المعلم. هذه مهمة جدا. قضية هذه المادة احنا بنرجع لها، لكن بعد أن نأخذ مداخلة هاتفيا مع الأستاذ محمد المقبل مدير عام التدريب والابتعاث في وزارة التعليم والمدير التنفيذي للمشروع الشامل لتطوير المناهج في التعليم العام سابقا. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد. الآن يتم الاستعانة بهيئة تقويم التعليم العام لوضع معايير للمناهج التعليمية في التعليم العام. سابقا كيف كانت الوزارة يعني تستعين في تطوير مناهجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أكرر الشكر الإخبارية على تغطية مثل هذا الموضوع، أيضا أشكر أو أرحب بالضيوف المشاركين معكم اليوم. حقيقة سابقا كانت يعني الفلسفة اللي يقوم عليها التعليم في المملكة العربية السعودية تقوم على فلسفة ذات اتجاه يعني قائم على النظرية السلوكية. التغيرات اللي حدثت في الفترة الأخيرة أصبح التوجه على فلسفة جديدة للفلسفة البنائية واللي تعتمد على المعايير في وضع المناهج. طبعا في مرحلة هذه التحول يعني صار في عمليات متغيرة مثل ما ذكر أحد الضيوف، أن مثلا تم الاستعانة ببعض المناهج اللي عمل لها عملية موائمة مثل علوم الرياضيات. هذه المناهج صحيح لا تعتمد على المعايير في بنائها ولا تعتمد على أهداف مثل المناهج القديمة، لكن أنا خالف ضيفك الكريم في قضية أن المكان فيه تدريب للمعلمين، بالعكس كان فيه تدريب للمعلمين
تم إعداد مجموعة كبيرة من الحقائب، وتم تطوير أكثر من 5 حقائب تدريبية على مستويات عالية جدا ومناسبة جدا، وبعد ذلك تم تدريب المعلمين عليها. الشيء الثاني، الفترة السابقة فعلا كان فيه معه مشابه للمعايير، كان فيه ما يسمى بوثيقة المنهج اللي كانت فيها الأهداف السلوكية اللي كان يرغب في تحقيقها للمنهج. طبعا مع التقدم الآن اللي يصير في نمط التعليم، أو التحول اللي يصير الآن في نمط التعليم في المملكة العربية السعودية أو فلسفة التعليم، نحتاج الآن المرحلة القادمة اللي يكون عندنا معايير. الهيئة الآن مشكورة تقوم بهذه المهمة. نعم. والمعايير طبعا بتكون مفيدة جدا لنا في كل الجوانب، منها جوانب مثلا إعداد المناهج وأيضا تطوير المهني للمعلمين. نعم أستاذ محمد، يعني ما أن يتم طرق موضوع التعليم بشكل عام يطرق مترافقا لقضية الابتعاث والدور الذي يحققه على مستوى التنمية، لماذا يأتي المبتعث من الخارج بمؤهلات تعليمية تفوق خريجين الداخل؟ ما هو المختلف يعني بين التعليم داخليا والتعليم في الخارج؟ طبعا التعليم، إذا كنا نتكلم عن على مستوى التعليم، طبعا مبتعثين دائما يذهبون لدول متقدمة حقيقة، يعني مبتعثين يكونون في أمريكا، في أستراليا، في المملكة المتحدة، في فرنسا، في دول تاريخيا أو تاريخ التعليمي قديم جدا وفيها جامعات عريقة، وبالتالي أيضا حتى شروط يعني وزارة التعليم في الابتعاث في شروط دقيقة جدا، ناخذ أفضل الجامعات على مستوى العالم لكل ابتعاث لهذه الجامعات. هذه الجامعات طبعا هي بيوت خبرة عالمية، وفي جامعات الحمد لله سعودية ووطنية على مستوى عالي، لكن لما نبتعث للخارج نبتعث في تخصصات في جامعات تكون مستواها أعلى من مستوى الجامعات الموجودة عندنا. هذا شيء. الشيء الثاني، المبتعث لما يرجع يكون عنده خبرة أكبر، لأنه طبعا جمع تجربتين وحصيلتين، يعني أطلع على تجربة أو تجارب في دول ثانية وشاف أنظمة جديدة، وبالتالي درس وتعلم بخبرة جديدة، وبالتالي كنت تميز اللي عنده هو تميز اكتسبه من التنوع اللي أخذ. نعم، أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك الأستاذ محمد المقبل، مدير عام التدريب والابتعاث في وزارة التعليم والمدير التنفيذي للمشروع الشامل لتطوير المناهج في التعليم العام سابقا، شكرا لك. دكتور علي، أعود لك. قضية ما ذكرته من منهج مثل العلوم والرياضيات، أن أحيانا المعلم يفتقد المهارات في توصيل محتوى المادة. من المعلوم أن أيضا الأسرة تشارك المعلم في إيصال بعض المعلومات للطالب ومشاركة المعلم في العملية التعليمية. هذه المناهج أيضا تستعصي على الأسر فهمها لإفهامها للطلاب في مراحل صغيرة. هنا توجد إشكالية ما نريد أن نعرفها. السلسلة المقرة للعلوم الرياضيات أغلبها كانت مترجمة، ترجمت وطبقت مباشرة في المجتمع السعودي، وأعتقد أن كان هناك جزء من الموائمة لها، لكن أنا أرجع وأقول أن المعلم هو المترجم لرؤية الوزارة في هذا المنهج. إذا كان المعلم لا يملك المهارات، هنا في الإشكالية. أيضا الأسرة هي جزء مشارك ترى في عملية المخرجات الجيدة للمنهج، فبالتالي العملية ليست تقتصر فقط على المعلم، هناك منظومة متكاملة. البيئة الصفية، هل المناهج الجديدة هذه وفرت لها داعم للتعلم موجود من تقنية، من وسائل تعليمية، من أشياء ممكن أنها تحقق الأهداف الرئيسية من بناء هذه المناهج؟ نعم. دكتور صالح، سمعنا مداخلة أستاذ محمد يقر بأن هناك بعض الإشكاليات تنتاب المناهج، ومن هنا تأتي الحاجة لتطويرها. حاليا ما هي الإشكاليات التي تنتاب مناهج التدريس، وغالبا هي تدور في أي المراحل؟ قبل ما نوصل لمنهج التدريس، فيه ذكرتي نقطة في قضية أنه الوزارة تستعين بالهيئة. هي لا تستعين حقيقة، هي مهمة رئيسية من مهام الهيئة. إعداد معايير المنهج، فبالتالي موكل للهيئة هذه المهمة في إعداد معايير المنهج، وبالتالي دور الوزارة، عشان يكون في فصل بين دور الوزارة ودور الهيئة في هذا الموضوع، دور الوزارة سيكون إعداد المواد التعليمية
التي تترجم هذه المعايير التي ستعدها هيئة تقويم التعليم. يعني تضعون الخطوط العريضة لا حتى يعني الأدلة التي تساعد الوزارة في إعداد المواد التعليمية التي سيستخدمها المعلم والطالب وولي الأمر، سنصل بالهيئة إلى هذه النقطة. الوزارة هي ستتولى عملية الجانب التنفيذي في عملية التدريس وإعداد المواد التعليمية، سواء من خلال الوزارة أو من خلال شركات خاصة، يعني هذا راجع للوزارة القرار. نعم. بالنسبة للإشكالات الموجودة، هي أنا حقيقة يعني ما أعتبرها إشكالات، هي مراحل طبيعية يمر بها أي نظام تعليمي. كل الأنظمة التعليمية تسعى لعملية التطوير. المبادرات اللي أخذتها المملكة في عملية تطوير التعليم مبادرات كبيرة جدا خلال خلينا نقول 10 سنوات الماضية، من ضمنها برنامج العلوم الرياضيات اللي هي ترجمت كل السلسلة يعني، واستل منها بما يتناسب مع حجم الحصص الدراسية اللي في المملكة، ما يتناسب مع الجانب التقني. وأيضا هيئة تقويم التعليم هي مبادرة إصلاح من القيادة لتطوير التعليم. الدعم اللي يحظى فيه التعليم من خلال مشروع التطوير والثمانين مليار اللي حصلها على من خادم الحرمين، وأيضا ما نراه الآن من توجه إصلاحي كبير عملية دمج الوزارتين، هي كلها جهود ومبادرات للنهوض وإصلاح التعليم. المنهج في وجهة نظري هو الإطار الذي يضمن أن التوجه والرؤية موحدة. نعم. سواء كان فيما يتعلق بما يتعلمه الطالب الذي سيحقق لنا بعدين سوق العمل أو احتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية، أو ما يحتاجه المعلم من تدريب، ما تحتاجه الوزارة من برامج تعليمية، كل هذه منطلقة من توحيد الرؤية في ماذا نريد. نعم، لكن المعلم كيف بيكون مستهدف لأيضا عملية التطوير هذا؟ بالنسبة للهيئة طبعا لا تستطيع أن تتدخل في الميدان من تدريب المعلمين، لكنها ستضع كل ما يساعد على أن الوزارة تؤدي دورها من حيث التدريب. طبعا احنا نتكلم عن تدريب في الوزارة في جهود كبيرة جدا، لكن العدد كبير، نتكلم عن تقريبا 450 ألف معلم ومعلمة في الميدان، ونتكلم عن 45 إدارة تربية وتعليم، نتكلم عن برامج تدريبية مختلفة. قد يكون هناك علامة استفهام على جودة التدريب، لكن البرامج موجودة، الميزانيات تصرف، التخطيط. احنا بحاجة إلى وقفة تقويمية صح التعبير لتصحيح مسار، سواء كان فيما يتعلق بالتدريب أو ما يتعلق بالأجزاء الأخرى في عملية الإنشاء التعليمي. نعم، لكن جودة التدريب إن لم تأخذ في الاعتبار وفشلت بعض النقاط، سيقع العتب واللوم يعني على المشروع، مشروع تطوير المعايير، وهذا سيدخل أيضا عملية المعايير في إشكالية، رغم أنها أحيانا لا تكون المتسبب الرئيس في عملية الخلل القائمة. احنا اذا اخذنا الخطوه الاولى واتجهنا، فيجب ان نكمل المسير. يعني المعلم يجب ان لا نحمله كل شيء حقيقه. يعني اذا احنا جهزنا للمعلم مصادر يرجع لها، جهزنا للمعلم مصادر تطوير، اعطيناه حوافز يستطيع انه من خلالها يدرب نفسه ويقوم نفسه، اعطيناه في الاخير المعلم هو جزء من المجتمع، هو هدفه نجاح التعليم. يعني ما نشك في انه والله عندنا معلمين بس ماخذين العمليه، لا، هو يسعى لتطوير ذاته ويسعى لتطوير، لكن يريد حوافز، يريد انه البرنامج التدريبي يكون مناسب لوقته. نحتاج خطة مثلا شمولية في أنه لما نحن نطور معايير المنهج تكون واضحة ماذا أريد من المعلم فيها. نعم. فبالتالي الأدلة اللي تصدرها الهيئة واضح دور المعلم، الوزارة عليها أنها تترجم هذه الأدوار في مسارات وقنوات تدريبية، ليست فقط هي ورشة عمل في فندق لمدة 3 أيام أو في مبنى حكومي أو كذا لمدة 5 أيام، لا، هو خطة متكاملة. وأعتقد أن الوزارة يعني لديها الرؤية سابقا، والآن أعتقد بمعالي وزير الدكتور عزام أنه يكون في انطلاقة جديدة لدعم التعليم. يعني. نعم دكتور علي، طرق التدريس يعني هي أحد عناصر العملية التعليمية، نريد أن نفصل في هذا الجانب، وما هي أبرز الإشكاليات التي تنتاب هذه العملية؟ طرق التدريس هي كيف يمكن أن أوصل هذا المنهج للطالب، هذه هي الطريقة، المنهج. الآن عندي منهج، كيف يمكن أن أوصل هذا للطالب؟ الطريقة لها آليات اختيار، أنا كمعلم كيف يمكن أن أختار هذه الطريقة؟ بناء على احتياجات الطالب، أيضا سن الطالب، نضج الطالب، الطريقة هل يمكن أن تناسب الطالب، تناسب الوقت، المنهج. إذا طريقة التدريس عندما يكون فيه هناك اهتمام خاص لها، كيف يمكن اختيارها بطريقة علمية، أنا أعتقد أنها هتؤدي دورها. فبالتالي جزء من التدريب للمعلم إنه كيف يمكن أن يبني استراتيجيات تدريس حقيقية يمكن أن تحقق له المخرج الجيد. لذلك في تقرير للأمم المتحدة عن التنمية لفترة ما بعد 2015 كان من ضمن الأشياء يقول تضييق نطاق التعلم، اقتصار على المهارات الأساسية،
وهذه إشكالية. يقول الآن في تخوف أن المناهج أصبحت تركز فقط على المهارات الأساسية، القراءة والكتابة والحساب، وفي أشياء مثل الجانب الوجداني مغفل عندنا في المناهج. هذا طبعا تقرير دولي. من ضمن الأشياء ماذا يقولون عن المعلم؟ يقول المعلم سواء كان ميسرا للتعليم أو قائدا للتعليم أو للتعلم فإنه هو الركن الأساسي في النجاح. إذن إحنا يمكن أنا أتفق مع الدكتور صالح فينا نفخر بمعلمنا، لكن معلمنا مهما كان يحتاج إلى إيش؟ تعزيز، إلى دعم، إلى إعادة، أنا يمكن أقول هندرة التدريب من جديد للوصول إلى جودة في هذا المخرج. نعم. طيب إحنا نأخذ بعض المداخلات الهاتفية. معنا عبد الرحمن من جدة. عبد الرحمن تفضل. مساء الخير أختي الكريمة، أرحب فيك وأرحب بالدكتور صالح والدكتور علي. يا مرحبا فيك عبد الرحمن تفضل. أختي الكريمة، لو نظرنا للخارج بعض الدول نجد أن الطالب عندما يذهب إلى المدرسة وحتى يعود إلى المنزل وبشكل طبعا كل يوم يوميا ماذا يحمل في يده؟ لا يحمل إلا الهومورك، أي دفتر الواجبات، أما الكتب الأخرى لا يحملها إطلاقا. يعني بمعنى أنه هذه الأمور كلها بيأخذها في يومه الدراسي. هذا أمر. الأمر الآخر أختي الكريمة، متى إذا أتينا يعني حبينا تطوير التعليم، هل سوف ننتهي من موضوع المعلم الخصوصي اللي لا نجده إلا هنا عندنا في المملكة العربية السعودية أو بعض الدول العربية، لا نجده في الخارج؟ هذا أمر. الأمر الآخر التقويم بالنسبة للمرحلة الابتدائية، هل يعني أتى الوقت المناسب لأن وزارة التعليم تقيم هذا الأمر؟ هل هو يعني مناسب للطالب أم نعود للاختبارات التي كنا عليها في السابق والتي أشوف أنها أتت ثمارها؟ شكرا لك، يعطيك العافية على مداخلتك. معنا فريد من مكة. فريد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مساء الخير. أنا أمسي عليك وعلى الضيوف الكرام الدكتور علي الحربي والدكتور صالح. الدكتور فريد الغامدي معك من جامعة أم القرى، متخصص في مناهج وطرق تدريس. يا مرحبا فيك، تفضل. أولا أشكركم على طرحكم وتناولكم، وإن كنت أتمنى يعني التلفزيون السعودي من دار الوطنية، وأشكر هذا الحضور، ولكن أتمنى أن تعاد طرح هذه القضية مرات ومرات حتى نصل إلى بلورة فكرة كاملة عن تطوير التعليم بصورة يكون الكل فيها شريكا. أنا أقف فقط عند نقطة المعلم ودور المعلم وموقع المعلم في برنامج تطوير. نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن إنجازة العبارة أو صحة أزمة التعليم في المملكة، فأنا أكاد يعني أركز أو أؤكد على جزئية المعلم. متى ما أعيد للمعلم متطلباته واحتياجاته الحقيقية ووضع في قلب الحدث أن يكون حقيقة كما يقول الدكتور علي قبل قليل، وحتى وإن اختلفت المسميات ميسرا أو مرشدا أو موجها أو معلما بأي صفة، أنا أريد فقط أن تعود للمعلم أدواره الحقيقية، أدواره في عملية التعليم وقيمته التي يستحقها في المجتمع. نعم. طبعا قيمة المعلم هي قضية تحتاج إلى وقفة، ليس مجالها الآن، لكن برامج التطوير الآن تتجه إلى تطوير الكتاب، تطوير المنهج، تطوير البيئة المادية، هذه القضايا كلها هي مهمة، لكن من غير الصحيح علميا أنه أنا أطور الكتاب بمعزل عن الأداة التنفيذ إنجازة العبارة اللي هو المعلم، ثم أدفع إليه بالمنتج مطورا بأحدث النظريات ومصاغم وفق طريقة تربوية علمية، وأطلب منه أن ينفذها وهو لا يعرف. لو تلاحظين والزملاء عندك في الاستديو يعرفون أنه نحن قبل فترة انتقلنا من المدرسة السلوكية إلى المدرسة البنائية في إعداد المناهج وفي التعليم دون أن يعرف المعلم ما الفرق بين المدرستين السلوكية والبنائية في إعداد المناهج، هذا لا ينكره أحد. ثم بدأ برنامج تطوير المعلمين وإعدادهم على هذا النمط الجديد من المناهج التي قدمت إليهم، المعلم ثم المعلم ثم المعلم. طيب إذا أردنا تطوير الحقيقي للتعليم. فريد، يعني برامج التطوير التي تحدثت عنها للارتقاء بمهارات المعلم، هل ترى أن هناك مجموعة من الإشكاليات تشوبها، أم أنها يعني وش إشكاليتها؟ هل في مثلا قلتها في مواعيدها، تأتي متأخرة بعد تطوير المناهج، يعني وين الإشكالية فيه؟ إشكاليتها في عدة قضايا.
القضية الأساسية والرئيسة أن المعلم لا يدري كيف يتم التطوير، ينبغي أن يكون شريك حتى يؤمن بالتطوير ويتبنى عملية التطوير ويفهم القواعد الرئيسة التي انطلق منها التطوير. هذا أولا. ثانيا، البرامج التي تقدم في تطوير أو مساهمة المعلم في برامج التطوير الآن هي برامج صحيحة حقيقة، لا تكفي ولا تفي بالحاجة ولا بالغرض، والأساتذة المختصين عندك قد يوافقون أو يختلفون معي في هذه الجزئية. القضية الأساس والرئيس ونحن شركاء فيها، أنا أستاذ في كلية التربية، أن برامج إعداد المعلم الآن الشراكة مفقودة تماما ما بين التعليم العام والتعليم العالي اللي سابقا، الآن لعله مع وجود أو دمج وزارة التعليم كإشراف في جهة واحدة، أقول أنا القطاع الوحيد المستفيد من الدمج هو كليات التربية وقطاع التعليم، أن يكون هناك شراكة حقيقية وأن نقف من تقاذف الكرة. طيب، من المسؤول عن الخلل التربوي؟ طيب أستاذ فريد، يعني قضية التطوير وإشراك المعلم في عملية تقييم يعني وضع المعايير معايير التعليم واضح، لكن ما هي أهم يعني النقاط التي تحدثت عنها فيما يخص أن يعاد للمعلم متطلباته؟ ما هي هذه المتطلبات يعني باختصار إذا ممكن؟ المتطلبات باختصار إنجاز وحد ذلك في جزئيتين، الجزئية المادية والجزئية المعنوية. وجدنا المد والجزر، أو سمعنا عن قصة المد والجزر الطويل في قضايا درجات المعلمين والفروق، وحكومة خادم الحرمين الشريفين مشكورة لم تألو جهدا في تنفيذ احتياجاتهم، لكن نحتاج إلى إيضاح الصورة الحقيقية لاحتياجات هذا المعلم أولا، هذا في الجزء المادي. نعم. نحتاج إلى أن نوفر له الدعم الحقيقي، يعني المعلم يحتاج الآن إلى العلاج، يحتاج إلى مستشفيات كما نقدم للقطاعات العسكرية، هذا في الجانب المادي. أما الجانب المعنوي، فالمعلم ينبغي أن يدعم، ليست قضية الضربة والهيبة بالعصا، لا أبدا، يدعم في جوانب المعنوية حتى تعود هيبته في المجتمع. طيب، وهو المعلم من يستطيع بيده أن يصنع الكثير من القيم المعنوية له في المدرسة. نعم، شكرا، يعطيك العافية على مداخلتك أستاذ فريد. دكتور صالح، مجموعة من المحاور يعني طرقها المداخلين، أهم قضية الآن في مداخلة عبد الرحمن من جدة يقول أن بعض الطلاب الآن مثل ما نشهد أنهم يذهبون إلى المدرسة محملين بالكتب، في حين في دول أخرى لا يحمل إلا فقط دفتر الواجبات، هل هذه إشكالية معينة تنتاب التعليم أو عملية التعليم لدينا؟ أنت إذا سمحتي لي في البداية، على أساس أنه ما يكون الموضوع شوية شعب، لأنه مناقشة التعليم بزوايا مختلفة قد يفقد الموضوع الهوية الأساسية. وأيضا وجهة نظري أنه إحنا لا نريد أن نحاكم الآن تطوير أو وزارة التربية وكذا في غياب وزارة التربية أو وزارة التعليم، يعني لا يوجد أحد يقول لنا مثلا، فبالتالي نكون منصفين مع وزارة التعليم أنه عندهم جهود كبيرة ويعملون، وبالتالي نظام التعليم جيد. فالأسئلة اللي طرحت تحاكم وزارة التعليم فبالتالي وتطوير، فاحنا يعني لسنا مخولين للحديث عن تطوير وزارة التعليم، لكنكم تملكون يعني مخولين بالتطوير، يعني اذا لم تكن الاشكاليات معروفه وموجوده ومشخصه كيف سيتم التطوير؟ ممتاز، احنا نتكلم عن دور الهيئه من وجهة نظر الهيئة، وتكلم عن الدكتور علي من وجهة نظر علمية في المناهج، فبالتالي دور الهيئة أنه إعداد معايير المناهج. احنا قلنا في البداية معايير المناهج هي وضع سياسة عامة للبلد كامل وتحقيق هذه المعايير، هذه المعايير سترسم إلى النهاية إلى الدليل الذي يساعد المعلم على تنفيذ هذه المعايير. وزارة التعليم تبذل جهود وتغير باستمرار وتطور. ما نلحظ يعني أحيانا لما نستعير بعض المصطلحات من الأنظمة التعليمية الأخرى أن انتقلنا من سلوكية إلى بنائية، يعني هو في الغالب كلام نظري ما يترجم سلوكي، يعني حتى الأنظمة التعليمية المتقدمة ما يقول والله ترى أنا اليوم قررنا ننتقل على بنائية، هو رصيد ثقافي كبير. احنا يعني للأسف ما عندنا نظرية تعليمية، ما عندنا نظرية تربوية، فاحنا كلنا مستعيرين حتى بما في ذلك كليات التربية. لما أشوف عضو هيئة التدريس يتحدث للطلاب عن اختلاف طرق التدريس ويدرسهم طريقة واحدة، فبالتالي أنت تحفظهم المعلومات، يعني إحنا ناقلين للمعرفة وليس صانعين للمعرفة، هذا الفرق بين الأنظمة التعليمية عندنا والأنظمة التعليمية برا. فلما أكون أنا ناقل للمعرفة فما يفرق إني والله ألقيها في محاضرة ولا حطها في تلفزيون ينتقلوا للناس ولا في اليوتيوب، لكن إذا كنت صانع للمعرفة أنا أجرب أبحث أصنع هويتي في التعليم. ما تحاول فيه الهيئة الآن هو أن يكون هناك مشاركة فعلية من جميع قطاعات المجتمع، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أفراد في المجتمع، لرسم الهوية اللي نحتاجها إحنا للتعليم. المعلم جزء من هالمجتمع وجزء من القطاع الحكومي، فبالتالي له بصمة، يعمل الآن معنا في المناهج، يعمل معنا في تقويم المدرسة، يعمل معنا في الاختبارات الوطنية، يعمل معنا في جميع أنشطة الهيئة. المعلم ومدير المدرسة ومستوى الوزارة وإدارة التعليم أعضاء مشاركين في كل هالأنشطة.
يعني أنتم تستعينون بالمعلمين. طيب فريد لما قال أنها تتم تطوير المناهج ووضع المعايير بتحييد من المعلمين، يعني ماذا كان يقصد؟ أنا يعني كنت تجربة سابقة عند وزارة التعليم أنه كيف يعني أيضا نريد أن نكون شوي دقيقين. الوزارة سابقا كانت تضع المنهج، تسمي المنهج أنه والله يؤلف في جهة معينة، مثلا في الرياض اللغة العربية، في جدة يعني على حسب المناطق، وهذه كانت رؤية في وقتها، ربما رأوا أنها صعبة في ذاك الوقت. إحنا الآن لما نستقري ونقوم التجربة لا يوجد رابط يربط هذه المواد، فاللغة العربية بهوية والتربية الإسلامية بهوية والعلوم بهوية والاجتماعيات بهوية، بسبب اختلاف الرؤية كانت غائبة. الهيئة تضع الإطار المرجعي حتى يوحد الرؤية، ننطلق كلنا من نفس الإطار، نأخذ الطالب من الروضة إلى أن يصل للثالث ثانوي بنفس الرؤية بنفس الوحدة في جميع المقررات. اختلاف مثلا الأوزان التدريسية في العلوم في الرياضيات في الاجتماعيات كانت ربما سابقا غائبة، الهيئة الآن لا بتأخذ هذا المجال. فإحنا ما نريد أن نوصله رسالة يعني أن المنهج عندنا نتجاوز قضية الكتاب أنه يعد في غرفة، لا، الآن المجتمع مشارك، والهيئة عندها خطة أن بتضع على الويب سايت فتح لجميع المواطنين في أي مكان كان في العالم أن يشارك برأيه في كيفية ماذا يريد أن يتعلم. نعم دكتور علي، وجهة نظرك في الموضوع. أنا يمكن أتفق وأختلف مع الدكتور، وأتفق أنه لسنا في مجال المحاكمة لتطوير أو لوزارة التربية، لكن إحنا في الهيئة يطرحون أحلام ويطرحون رؤى وبدأوا يشتغلون عليها من أجل في النهاية مخرج يخدم البلد، مواطن صالح تغير فكريا قيميا سلوكيا، أصبح مواطن صالح يحمل المسؤولية يقبل الآخر وسطي، وهذه المعايير حتى تضبط المنهج. لكن لو رجعنا للمنهج، المنهج في أسس بنائه يختلف، فهناك فلسفة المعرفة، المعرفة الجديدة اللي دائما تتغير، لذلك يقولون من متغيرات التعليم الجديدة أو عواصف التعليم منها المعرفة، فعصر المعرفة عندنا الآن سنصبح صناع للمعرفة كما قال الدكتور. اثنين، النمط الرقمي القادم، أبنائنا هم نمط رقمي، الآن ابني وابنك وابن الدكتور من يقوم الصباح هو شغال على اليوتيوب على ايباد على يفتح الحساب في تويتر، فبالتالي هذا نمطه رقمي، كيف يمكن انا استغل هذا الطفل في بناء المال. لذلك يقولون اذا اردت ان تعرف توجه واحد لابد ان تعرف الشبكه الخاصه فيه، يسمونه BLN Personal Learning Network. فممكن أدخل أنا طالبي من خلال تويتر وأصنفه، أجد أن هذا الطالب يميل إلى العلمية لأنه مضيف كل الناس اللي يهتمون بالعلم أو كل المقالات أو كل المجالات، لكن عنده مجال عام. كذلك هذا الشيء إذا كان المعلم عارف يمكن أنه يوجه الطلاب من خلال حساباتهم الشخصية. أيضا من ضمن الأشياء المهمة مهارات التفكير وكيف يمكن إدراجها في المنهج، فبالتالي المنهج حتى نظريات التعلم الجديدة زي ما قال الدكتور هي السلوكية والبنائية. البنائية ما هي البنائية؟ البنائية تقول أن الطفل اللي جاينا مش جاينا زي أول ما عنده شيء، الطفل عنده بناء معرفي أتى به من البيت، كيف يمكن أنا أفتح هذا البناء لدى الطفل؟ هل ما بني لديه صح أو خطأ؟ كيف أبني عليه لمنتج أفضل؟ فبالتالي طيب وفقا لهذه المعطيات، قضية المدرس الخصوصي إذا كنا نبني يعني مناهج التعليم حتى يعني بغير إلمام المعلم بذاته سيكون هناك إشكالية، وقضية المعلم الخصوصي إذن لن تنتهي في هذه الحالة. بالنسبة للمدرس الخصوصي أنا أعتقد أن إذا كان دور المدرسة أو دور المعلم في المدرسة أدي على دور كامل، ودور الأسرة في متابعة الابن، المشكلة إحنا في البيت ما نتابع الابن، المدرسة تعطيه كم 5 ساعات في اليوم تعطيه جزء من المهارات والمعارف، لكن اللي يتابعها من يتابعها البيت، إذا البيت تخلى عن دوره من اللي دخل؟ دخل المدرس الخصوصي، إذا ليس الخلل في المعلم، إذا الخلل في الأسرة الشريك في بناء المنهج. في هذه النقطة هل فعلا الأسرة هي التي قصرت في متابعة الابن وبالتالي لجأت إلى المعلم الخصوصي، أم أن هناك إشكالية في العملية التعليمية من هنا تلجأ الأسرة لقضية المدرس الخصوصي؟ أنا ما أفترض أنه في كل أسرة قادرين على مدرسو الرياضيات وعلوم لغة إنجليزية، فبالتالي
دور المدرسة أكبر من أنه أنا أحمل الأسرة فوق طاقتها. هو الدور إذا فهمنا الأدوار هي تكاملية. دور الأسرة هو يعني متابعة، هل الطالب فاهم ومفاهم، يقرأ الريبورت اللي يجي من المدرسة والتقرير اللي يأتي من المدرسة عن مستوى الطالب. أيضا لا ننظر للدروس الخصوصية أنها أصبحت مشكلة وظاهرة وكذا، لأن في كثير من الأسر ما عندهم درس خصوصي، يمكن كانت ظاهرة سابقا بس الآن يمكن اختفت نوعا ما أو انخفضت، أو قد يكون في بعض البرامج التعليمية اللي ساهمت في انخفاض المدرس الخصوصي لأنه وجهنا المنهج للحقائق، فصار يلخص الكتاب في 15 صفحة ولا في 20 ورقة ويحفظها الطالب ويجي يختبر فيها. فصار عندنا مشكلة، ما نحتاج مدرس خصوصي، نحتاج أن يحفظ 10 صفحات وأروح الاختبار وأختبر. فالمشكلة إعادة فلسفة التعليم، إعادة صياغته، كيف أن نطبق المعايير، كيف نطبق المنهج، كيف نربي الطفل على التفكير على كذا. يعني لو نأخذ الطفل أو الطالب عندنا في الدراسات الدولية مثلا، شاركنا فيها يمكن لنا 3-4 دورات، طلابنا في المحور اللي يتطلب مهارات التفكير والتحليل تقريبا جايبين 0 من بين 65 دولة شاركين. فبالتالي عندنا مشكلة مو في الطفل، الطفل يعني زيه زي الطفل في العالم، بس البيئة اللي أعدت هذا الطفل في المدرسة ما علمته. فإحنا قلنا في الهيئة طيب خلنا نبحث المشكلة من جذورها، أخذنا أسئلة اللي كتبها المعلم، حللنا أسئلة تقريبا ل 400 معلم ومعلمة مواد مختلفة، وجدنا أنه تقريبا 96% من فقرات الاختبار هي أذكر وعدد وسم. فبالتالي احنا نصيغ عقلية الطفل على الحفظ، إدراك دنيا يعني. الكتاب هذا نجيبه ونحطه حقائق، يلا احفظ وتعال اختبر، واقول للطفل ما يفكر. صحيح، انا ما طلبت منه يفكر اصلا، انا كل اللي اطلب منه انه يتذكر. فبالتالي اجي حاسب في الاخير اقول والله اطفالنا ما يفكرون، طلابنا لما يتخرجون في الثانية ما يقدرون يشتغلون، طلابنا احنا نجرم في حق الجيل. طب بس خلينا نعلق على هذه النقطة، هل تعتقد أن يعني الفجوة بين التعليم العالي والتعليم العام هي كانت من هذا المنطلق؟ يعني من المعلوم أن التعليم العالي يعني متقدم كثيرا على التعليم العام بخطوات ملموسة ومعروفة، هل تعتقد أنه لأنه لا ينتهج عملية التلقين هو نسبيا أفضل ويكسب يعني مخرجاته مهارات أكثر مما تكسبها مخرجات التعليم العام؟ التعليم العالي طبعا احنا ما نقول يعني ما نقدر نقارن متقدم ولا متقدم، كل واحد له هدف ويتعامل مع فئة عمرية معينة. وأيضا الجامعة لما نأخذ جامعة فيها 40,000 طالب، غير نتكلم عن وزارة التعليم تتعامل مع 5 مليون طالب أو 4 مليون طالب، فالعبء ثقيل ومختلف في الجودة بين هذه وهذه. التكامل بين القطاعين الآن تحت وزارة واحدة، التكامل القطاعين ضروري جدا. نحن نعرف أنه كانت العلاقة شبه مبتورة، لما نتكلم عن علاقة التعليم مع كليات التربية علاقة شبه مفصولة. يعني أنا أتكلم مثلا من يمكن في جامعة الملك سعود في كلية التربية في القسم المسؤول عن تدريس المعلم المستقبل عن التقويم، نعم، قضى 10 سنوات لا يعرف أن المدرسة أو مو يعرف لكنه لا يعلم الطالب عن التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية. هذا يعني فاصل كبير جدا، مع أن جامعة الملك سعود ما أخذ الاعتماد، كلية التربية ما أخذ الاعتراف من الانكيت، ففي خلل يعني شئنا ما بينه هي موجودة. يمكن يزعلون علي في الجامعة لكنه موجود يعني في فصل. أنت في هذه النقطة إحنا بنقفل الملف هذا. يعني أنا أقول بالنسبة للفجوة وجامعة الملك سعود كان لها سنوات التحضيرية، وسنوات التحضيرية بحكم تجربتي أنا في القطاع الخاص 4 سنوات وعميد لسنة تحضيرية في جامعة شاطرة، أنا مع السنوات التحضيرية إذا كانت المعيارية عالية، إذا كان لديهم مثلا التركيز على الجانب الفني أعلى من الجانب المادي. لكن الإشكالية الموجودة الآن هي أن يشكلون أقل سعر هو اللي يأخذ، فبالتالي كانت تركز في فكرتها على مهارات الاتصال والإعداد للحياة من انطلاقا من غايات التعليم الأربعة: تعلم لتكون، تعلم لتتعايش، تتعلم لتعمل، تعلم لتحيا. هذه الغايات الأساسية يحاولون غرسها لدى الطالب مع بناء قدراته الأساسية، المهارات الأساسية في الرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب، لكي يندرج داخل الجامعة بمهارات يمكن أن يبني. لكن الآن في القرار الضم الدمج الآن، أنا يمكن مع الدكتور فريد عندما قال ستستفيد التعليم العام من كليات التربية، يعني لو مثلا الوزير الآن وزير عزام قال لمدراء التعليم أن نستعين بأعضاء التدريس اللي في كليات التربية من أستاذ مشارك أو بروف في مجال طرق التدريس أو المناهج أو الإدارة في نوع من التغيير. أنا جبت أكاديمي الآن وعندي موجود في الميدان منظر أكاديمي وتطبيقي، فبالتالي الخلط هذا قد
يخرج لنا شيء جديد. وأنا متفائل في هذا. إن شاء الله. احنا وصلنا الى الختام. على كل حال اشكرك جزيل الشكر الدكتور علي الحربي استاذ المناهج والطرق للتدريس في جامعه شقراء. شكرا لك. شكرا لك. ايضا شكرا لك الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ هيئه تقويم التعليم العام. شكرا لك. شكرا لك. اعزائنا المشاهدين وصلنا الى الختام. الى اللقاء.